كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد،
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا المحمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ
وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. مصادر تاريخية ذكرها وجيه أبو ذكرى في كتابه القدس عربية عبر العصور أن الملك اليابوسي ملك صادق هو أول من بنى يابوس القدس، وكان محباً للسلام حتى أطلق عليه ملك السلام، ومن هنا جاء اسم المدينة سالم. وبرغم أن تلك المدينة قد خضعت لفراعنة مصر فلم يحاولوا تمصيرها، واكتفوا بتحصيل الجزية من سكانها، وكانوا يطلقون عليها تارة اسمها اليابوسي يابيشي، وتارة اسمها الكنعاني أورسالم. لا تثبت المصادر التاريخية ريادة العرب الكنعانيين العموريين اليابوسيين في عمران أرض فلسطين وتشييد مدنها وقراها فحسب، بل إن من هذه المصادر ما يعود بتلك البداية إلى 4000 عام قبل الميلاد، ثم إنها تلتقي جميعها ومعها المصادر اليهودية على أن حقيقة أن تلك الأرض كانت ملكاً لهؤلاء العرب قبل أن تطأها قدما أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وقبل أن يكون هناك يهودية أو يهود أو إسحاق أو داود، وظلت تلك الأرض عربية كذلك يوم نزل بها هؤلاء، بل ويوم تمكنوا كما تمكن نزلاء أو غزاة كثيرون غيرهم من إقامة ملك عارض لهم بتلك الأرض، سرعان ما سقط ثم زال. ولم تحظى مدينة في التاريخ البشري بما حظيت به القدس من أهمية جعلتها محط أنظار النازحين والنزلاء والغزاة، وكان ذلك سبباً في احتلالها 25 مرة وتدميرها وإعادة بنائها 18 مرة. على طول الخريطة المديدة لتاريخ مدينة القدس لم يكن لبني إسرائيل غير علاقة عارضة بهذه المدينة العريقة، ترمت هذه العلاقة بين سنوات متفرقات كتلك التي أمضوها في بقاع أخرى من العالم فيما بعد. عندما هاجر سيدنا إبراهيم إلى هذه المنطقة قادماً من بلاد ما بين النهرين، كان الكنعانيون حينئذ في الأرض كما تذكر التوراة، وكانت أورسالم يسكنها هؤلاء، ولهم ديانتهم وملكهم وعلاقاتهم بجيرانهم. وتذكر التوراة أيضاً أن أمير يابوس أورسالم في ذلك العهد كان ملك صادق، بينما يعود الوجود الكنعاني اليابوسي بتلك المنطقة إلى 3000 عام
نجدنا لا نسمع بأي وجود للأراميين قبل عام 1600 قبل الميلاد، فإن نزوح القبائل السامية الأرامية من بلاد شمال ما بين النهرين واستيطانها في الأراضي السورية يعود إلى ما بين عامي 1600 و1200 قبل الميلاد. Thank you.